ما روش غير جي اس اباس اللي راهي في مرحله، هذه مرحله صعبه عدت فرق والاسباب هي واضحه. لما تبقى 7 شهور 8 شهور بدون تدريب البدايه ما تكون سهله، البدايه تكون صعبه. وللاسف لما تعرف بلي يكون تحضر في نقول شهرين ونص في التحضير، تحضر الفريق، ومن بعد في البدايه تنصاب زوج لاعبين كما نقولوا اساسيين، خاصه حارس المرمى اللي عنده دور حساس، تدريجيا نصيبوا الفريق الاساسي ونشوفوا بلي كاين تحسن في الفريق، خاصه في المباريات هذو الاخيره، وين تدريجيا اللاعبين راهم نقول دخلوا في لا كومبيتيسيون. حنا مطلوب علينا اوني دي كومبيتيتور، والكومبيتيتور لازم كل اسبوع يحضر نفسه، كل اسبوع يجهز نفسه في التدريب باش يكون في المستوى، وهذا الشيء مطلوب.